بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الويند لود، إزاي نحسب الويند لود عموما، والفيديو الجاي إن شاء الله هنبتدي نحط الويند لود على المنشأ بتاعنا. طيب الويند لود عموما بيكون أو ضغط الرياح بيتسمى البي اي، زي ما هو موجود قدامك. البي اي بتساوي السي اي في الكي في الكيو، دي عباره عن شويه فاكتورز بيتضربوا في بعض بيطلعوا لك الضغط بتاع الرياح على السطح بتاعك او سطح المنشأ بتاعك، وحدته بتكون كيلو نيوتن بير متر سكوير. طب هتقول لي هي ايه السي اي، مين الكي ومين الكيو؟ الكيو دي، الكيو هي ضغط الرياح في الاساسي في المنطقه دي، في المنطقه بعينها. مثلا انت في القاهرة في مدينة في منطقة معينة ليها عوامل معينة، ليها اسلوب او التربة بتاعتك ليها ميل معين وفي بعض العوامل المعينة، فبتكون ضغط الرياح في المنطقة دي بتساوي رقم، مش رقم بقى، هي معادلة، وهنبتدي نجيب الكيو زي ما هنشوف بإذن الله أثناء الفيديو. طيب مين بقى، طب ما ايه الفرق بين البي اي وايه الفرق بين الكيو؟ دي ضغط وده ضغط. الكيو زي ما اتفقنا ان هو ضغط الرياح الاساسي في المنطقه دي، انما البي اي ده الضغط على سطح بعينه في منشأ معين، طيب يعني حاجه محدده معينه، انما الكيو في المنطقه. طيب دلوقتي احنا جبنا الكيو، نبتدي نضرب في عاملين تانيين بيوضح بيشيروا للمنشأ بتاعك، اللي هو الكي بيعتمد على ارتفاع المنشأ، موقع المنشأ مكانه فين بالظبط، هل هي منطقة مفتوحة ولا منطقة حواليها في منشآت حوالين المنشأ بتاعك ولا في ايه، وارتفاع المنشأ، فده فاكتور بيعبر عن ارتفاع المنشأ. السي اي بيعبر عن السطح اللي هتصطدم بيه الرياح زي ما هنشوف دلوقتي اثناء الفيديو ان شاء الله. يبقى دلوقتي احنا اول حاجة محتاجين نجيبها هي كيو، ضغط الرياح الاساسي في المنطقة دي. طب نبتدي نحسبه ازاي؟ هتلاقي ليه معادلة في الكود القديم، ما كانش ليه معادلة، كان الكيو برقم على طول، انما في الكود الاحمال الجديد الكيو بقى ليها معادلة تقدر تحسبها. طيب المعادلة بتاعت الكيو، الكيو بتساوي 0.5 في 10 باور نيجاتيف 3 في الرو في الفي سكوير في السي تي في السي اس. ايه برضو الفاكتورز الجديدة دي؟ الرو ده اللي هو كثافة الهواء، فتبتدي اللي ليها رقم محدد في الكود المصري هو 1.25، تقدر تضرب 1.25 وانت كده تبقى انت عوضت عن الرو بتاعتك. طب مين الفي سكوير؟ الفي دي اللي هي سرعة الرياح في المنطقة اللي انت شغال فيها، يعني انت لو بتعمل المنشأ بتاعك ده في القاهرة فهيكون في سرعة الرياح ب 33 متر على الثانية. دلوقتي لو عايز تشوف الجدول بتاع الفي هتلاقيه قدامك هنا اهو، في مرسى مطروح او مثلا الضبعة او الزعفران بيكون سرعة الرياح 42 متر في الثانية، لو انت في القاهرة الدخيلة سيوة الاقصر 33، على حسب طبعا المدينة اللي انت شغال فيها تقدر تجيب سرعة الرياح. والكلام ده كله عشان تعمل ايه؟ عشان تحسب الكيو. طب اتفقنا كانت المعادلة بتاعت الكيو بتساوي ايه؟ 0.5 في 10 باور نيجاتيف 3 في الرو اللي اتفقنا ان هي بتكون 1.25 في الفي سكوير، الفي دي اللي احنا قلنا هنجيبها من الجدول ده، قلنا بعد كده في السي تي في السي اس. طب مين السي تي؟ معامل الطبوغرافيه، هل الارض مايله فيها سلوب، الارض اللي انت هتعمل عليها المنشا فيها سلوب، على حسب درجه الميل بتاعها تقدر تاخد القيمه بتاعت السي تي. عموما لو ما جابلكش سيره عن السلوب او ما فيش اي حاجه تشير على الاسلوب فهتاخده بواحد، يعني تاخد السي تي بواحد اللي هو كان الارض مستوي يعني ما فيهاش اي ميل. طبعا لو قال لك الميل من 5 ل 10% فهتقول 1.2، طبعا اقل من 5% فهو بواحد، من 10 ل 15 اهو عندك الجدول تقدر تدخل وتجيب وتحسب السي تي. طيب بعد كده في حاجه اسمها سي اس، سي اس ده معامل او الاستراكشرال فاكتور، ده معامل لاهتزاز المنشأ، عموما بيتاخد بواحد، تمام؟ يؤخذ قيمة معامل المنشأ مساويا لواحد في الحالات الآتية، لو عندك حالة من الحالات الآتية فأنت هتاخده على طول بواحد. طب لو لا ما عندكش حالة من الحالات الموجودة دي ساعتها بيتحسب، بس لما تحسبه برضه هتلاقي في الآخر بيكون في رينج الواحد، فيعني هو مش بيتحسب، يعني عموما هو على طول خده بواحد. طب معامل اهتزاز المنشأ ده امتى اخده بواحد؟ ادي عندك الايه الحاجات، المبنى والمباني والمنشآت اللي بيقل ارتفاعها عن 60 متر
وانت غالبا هيكون اصلا ارتفاعك اقل من 60 متر، فخلاص هيؤخذ بواحد. طب الابراج الجمالونيه اللي هي شبكات الاتصالات، اي حاجه اي برج اتصالات، لا ده بتاخده بواحد على طول. او المباني والمنشآت اللي بيقل ارتفاعها عن 4 اضعاف البعد القصير. طبعا الابعاد مثلا زي مثلا لو اتفقنا ان ارض عندك ابعادها 20 متر في 40 متر، فهتجيب ال 20 دي وتضربها في 4 هيبقى عندك 80. ارتفاع المنشأ كام؟ معدي 80 متر؟ لا اكيد مش هيكون معدي، يعني طول ما هو كده فهو كده هتاخد المنشأ، هتاخد قيمة السي اس بواحد، يؤخذ قيمة معامل المنشأ مساويا لواحد في الحالات الآتية. تمام، وقلنا الحالات وعرفنا الموضوع، يبقى انا كده اعرف احسب الكيو. ليه؟ لو رجعنا كده هنلاقي عندك بيقول ايه، الكيو بتساوي 0.5 في 10 باور نيجاتيف 3 في الرو في الفي سكوير في السي تي في السي اس. اعرف الرو ب 1.25، الفي على حسب المنطقه اللي انا فيها سرعه الرياح فيها بتكون كام، ومعايا الجدول بتاعها. السي تي معامل طبوغرافيه المكان، ولما ذكر لكش اي حاجه فهو هناخد السي تي بواحد. طبعا لو ذكر لك ان الارض مايله باي ميل فساعتها هتروح تشوف الميل ده السي تي بتاعته بتساوي كام. السي اس اتفقنا برضو ان هي غالبا بتكون واحد دايما، فما بنتطرقش ان احنا نحسبها. طبعا لو عايز تحسبها ادي ليها القانون بتاعها موجود تحت عندك اهو. طبعا كل السكرينات دي من الكود المصري للاحمال، ادي عندك القانون بتاعها. طب هتقول لي ايه هي البي، ايه هي الار، ايه الكلام ده، هتلاقي موجود طبعا شرح تفصيلي ليه في الكود المصري للاحمال. طيب الكي هو ايه كده، او ايه قصه كده؟ احنا اتفقنا من اول معادله خالص، ضغط الرياح على المنشأ بتكون ضغط الرياح في المنطقه دي لا كيو، ونضربها في الكي ونضربها في السي اي. الكي والسي اي دول تو فاكتورز بيعبروا عن المنشأ. السي اي بيعبر عن السطح اللي هتصادم الرياح، الكي بيعبر عن ارتفاع المنشأ. طيب زي ما اتفقنا ان في معامل التعرض اللي هو بيتسمى الكي. معامل التعرض ده بيفرق معاه حاجتين، هل هي المنطقة او المنشأ بتاعك حواليه منشآت هتصد او هتحجب عنه الرياح، فساعتها بيتسمى سيتي سنتر طبعا على حسب المنطقة. فهو عندك في منطقة التعرض ألف، وهي دي اللي هي بتتسمى اوبن اكسبوجر، يعني المنشأ مكشوف ما فيهوش حواليه أي عوائق، فساعتها طبعا قيم الكي بتكون كبيرة. طيب يعني اللي هو المنشأ هيتعرض لرياح أكتر، أكيد كل ما كان حواليه منشآت كل ما كان تعرضه للرياح هيكون أقل. في حاجة اسمها سب اوربن اكسبوجر اللي هو يعني حواليها منشآت متوسطة، وفي السيتي سنتر طبعا لو حواليه عوائق كبيره. على العموم يعني برضو لو محدش جاب سيره عن الموضوع ده، فاحنا دايما بناخده اوبن اكسبوجر اللي هو اخطر حاله، اللي هو حواليك ان حواليك صحراء، فانت معرض لقيمه رياح كبيره. ادي عندك الجدول اللي بتاخد بيه كي. طبعا الارتفاع انت لو هتشتغل بقى على اوبن اكسبوجر فانت هتدخل على الف وهتبتدي تشوف كده من 0 ل 10، فانت الكي بتاعتك بواحد. من 10 ل 20 متر طبعا ده ارتفاع المنشأ، الارتفاع من الزيرو من الليفل التربة لغاية فوق. ارتفاع المنشأ لو من 10 ل 20 متر فيكون 1.15، من 20 ل 30 فيكون 1.4، وهكذا. طيب ده كده كي. طيب ندخل بقى على السي اي. السي اي ده بقى قصة، سي اي على حسب السطح المعرض للرياح. دلوقتي الحاله اللي قدامكم دي الحاله الشائعه الجنرال دايما، ايه اللي اي منشا ستيل بيكون مكون، يعني ده اي تغطيه يعني في العموم بيكون بالمنظر ده، فريم فيه سلوب بسيط بيبتدي يتكرر زي ما شفنا كده، وادي رسمه ليه في 3 دي والاليفيجن والبلان. دلوقتي الرياح ممكن تيجي منين؟ الرياح ممكن تيجي من 4 اتجاهات. خلينا مثلا نقول في الاول الرياح هتيجي في البوزيتيف اكس، او هتبقى جايه من الشمال لليمين زي ما احنا شايفين. دلوقتي الرياح دي هتعمل ايه؟ لو السطح بتاعي اللي انا بدرسه هو السطح الاول، السطح ده اللي هتلمسه الرياح ده هيكون عليه ضغط. طب قيمه السي اي ساعتها بكام؟ 0.8. قيمه السي اي في حاله السطح الاولاني اللي هتعرض للضغط هيكون ضغط ب 0.8. طيب بالنسبه للسطح اللي هو المقابل ليه او الناحيه التانيه هيكون ساكشن بقيمه 0.5، او هيكون سحب، او العمود التاني ده عايز يتسحب مش بيتضغط، بيتسحب.
تمام، او اللي هو زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه. طيب بالنسبه للسطح المايل اللي على اليمين ده هيكون ساكشن 0.5، وطبعا الرياح بتكون عموديه، او السي اي دي قيمه هتكون عموديه على العنصر. تمام. طيب بالنسبه للسطح المايل الثاني اللي هو من ناحيه الضغط بتاع الرياح ده بقى بيكون فيه اختلاف، ده بيكون لازم ليه تشارت ندخل عليه نبتدي نحدد القيمة، ولكن في العموم طول ما الميل صغير بيكون القيمة ساكشن 0.8 بالمنظر ده. طيب هل هو كده دي تأثير الرياح في البوزيتيف اكس؟ هل كده الموضوع خلص؟ لا، لما الرياح تكون ماشية في البوزيتيف اكس بتأثر كمان على الاند جيبلز. طيب بتأثر عليهم بقيمة كام؟ بتأثر على الاند جيبلز بقيمة 0.7 ساكشن. يعني زي ما انت شايف كده ده الرياح لما تكون ماشيه في اتجاه البوزيتيف اكس بتعمل كل القيم دي للسي اي. انا دلوقتي بحسب السي اي، تمام، فهي سي اي يعني ليها وزن كبير في الموضوع. الحاجات اللي قبل كده كلها حاجات بتدخل على جداول تقدر تحددها بسهوله ما فيهاش اي مشاكل، على حسب ارتفاع المنشأ، على حسب ما المنطقه اللي فيها المنشأ، على حسب الطبوغرافيه، على حسب حاجات سهله جدا تقدر تدخل على جداول. انما هنا لا، بتبتدي ايه برضو دي على فكره دي حاجات برضو ستاندرد وهتلاقيها معروفه جدا، ولكن دي اللي فيها شويه ايه لخبطه او بعض الناس بتتلخبط فيها. ده كده لو الرياح ماشيه في البوزيتيف اكس. طيب هل منشأ زي ده الرياح هتجيله من البوزيتيف اكس بس؟ لا طبعا، بتجيله كمان في النيجاتيف اكس. المشكله يعني تجيله كمان في النيجاتيف اكس، ايه اللي هيحصل؟ كل القيم هتتقلب مش اكتر. السطح اللي هيتعرض للضغط، العمود اللي واقف اللي هيتعرض للضغط هتبقى قيمة السي اي عليه بالضغط 0.8، والسطح اللي بعده على طول ده يكون ساكشن 0.8 في حالة الميل الصغير. في حالة هو دايما احنا الميل الشائع بيكون 1 لـ10، فواحد لعشرة هيعمل معاك ساكشن 0.8. طيب لو كان ميل اكبر من كده بشوية في لي تشارت، في تشارت للمنطقة دي تحسب لك السي اي بتاعتها. طيب بالنسبة لبقية القيم كلها، بقية القيم كلها محفوظة او حاجات ستاندرد موجودة في الكود، انما هو السطح المايل اللي هو من ناحية الضغط بتاع الرياح ده بيكون لي تشارت بيتحسب منه. طيب دلوقتي هل الرياح ممكن تيجي في بوزيتيف اكس ونيجاتيف اكس وبس؟ لا طبعا، ممكن برضو تيجي في البوزيتيف واي، وساعتها بتكون القيم بالمنظر ده. السطح اللي بيتضغط هو ساعتها الاند جيبل بيتضغط ب 0.8، وساكشن بيحصل في الاند جيبل الثاني ب 0.5، والاعمده على الاطراف بتكون ساكشن 0.7. تمام. طيب بالنسبه للرياح لما تمشي في اتجاه النيجاتيف واي ساعتها برضه بتتقلب القيم، بتبقى 0.8 عند الضغط، 0.5 عند الحته اللي ما فيهاش الضغط، بيبتدي 0.7 ساكشن على الاعمده. تمام. ده كده بالنسبه للاربع حالات اللي ممكن يجي فيهم الرياح، بوزيتيف اكس نيجاتيف اكس، بوزيتيف واي نيجاتيف واي، فدي بتكون قيم السي اي. تمام. يعني يتضح لينا دلوقتي ان السي اي ممكن تكون قيمتها 0.8، ممكن تكون قيمتها 0.7، ممكن تكون قيمتها 0.5. دي الثلاث قيم للسي اي الشائعه، يعني في معظم الاحيان بتكون كده. طيب ادي ده شكل دي بقى سكرين شوت من الكود زي ما هي. الرياح لما بتكون ماشيه في الاتجاه اكس ادي قايل لك البريشر والسكشن والقيم بتاعتها، قال لك ما عدا السطح اللي هو المايل اللي قريب من الرياح نفسها، ده بيكون ليه ايه؟ انظر قيم السي اي في شكل 3-7. طب شكل 3-7 ده فين؟ هتلاقي ادي الشكل بتاع 3-7، بتدخل كده بالتان الفا. طيب التان الفا بتاعتك بكام؟ طول ما الميل صغير، طول ما الميل 0.1 اللي هو الميل 1 لـ10، فبتلاقي ان هو ساكشن 0.8. طبعا البوزيتيف والنيجاتيف دي بتعبر عن هل هو ساكشن او هل هو كومبريشن. ساكشن سحب او بريجر او كومبريشن اللي هو ضغط. تمام. فطول ما انت ماشي، طول ما التان حتى لو لغايه ما التان توصل ل 0.4 فانت ساكشن. اول بقى ما بين ال 0.4 وال 0.8 ساعتها بيكون في قيمتين للايه؟ للسي اي، مره تاخدها ساكشن ومره تاخدها بريجر، يعني بتحط حالتين تحميل ساعتها في الحلقه في الوضع ده. طيب بعدها بعد ما بتعدي ال 0.8 ساعتها بيتحول لبريجر. تمام. يعني معناها ان الميل كبير
ميل السطح كبير، فالرياح اللي هتيجي هتضغط عليه، تمام؟ بس ده الموضوع باختصار. ده كده السي اي، ودي الاشكال من الكود وسكرينات من الكود لاشكال مختلفه للمصانع او للتغطيات على حسب الرياح جايه منين، وعلى حسب تقدر تحسب السي اي ازاي. لو مالتي سبان بالمنظر ده تقدر ساعتها تشوف الرياح هتبقى ايه، هتسبب لك سي اي بمنظر عامل ازاي. طبعا دي مش كل الحالات، في حالات بقى حاجات، لو في حاجه راديال، لو في لوحه اعلانات، لو في حاجات كتير مختلفه هتلاقوها في كود المصري للاحمال. انا برضو رافعه لكم، موجود على اللينك تحت الفيديو في الديسكريبشن، تقدر تشوف او تعمل سيرش في سلايدز من 120 ل 127 هتلاقي الكيسز المختلفه. طيب دلوقتي انا محتاج مثلا، خلونا نعمل اكزامبل على الكلام اللي اتكلمنا عليه من الاول. دلوقتي انا عايز احسب ضغط الرياح، فاتكلمنا ان في حاجه اسمها بي اي، بي اي دي اللي هو ضغط الرياح على سطح بعينه في منشأ معين. طيب قبل ما اتكلم خالص عن البي اي فانا محتاج احسب الكيو. طب هي الكيو دي القانون بتاعها كان ايه؟ 0.5 في 10 باور نيجاتيف 3 في الرو اللي هي كثافه الهواء، اللي هي بتكون كام الرو دي؟ اللي هي 1.25. طيب مضروبه في الفيلوستي، الفيلوستي اللي هي سرعه الرياح، اللي هي بتكون لو مثلا احنا شغالين في القاهرة فتكون 33، وما ننساش هي القيمة بتاعتها بتتربع يعني تبقى باور 2. طيب نضربها في السي تي اللي هي معامل بتاع الطبوغرافية او الميل بتاع الارض، طول ما هو ما فيش اي ميل او ما ذكرلكش فانت هتاخده بواحد. مضروبة في السي اس اللي هي بتكون في اغلب الاحيان بتكون بواحد وما بنحتاجش نحسبها. طيب دي كده بالنسبة للكيو. طيب انا الموضوع انا ماليش دعوة، انا مش عايز كيو، كيو دي ده هيكون ضغط الرياح في المنطقة دي وبيكون وحدته كيلو نيوتن على المتر سكوير، بس انا مش محتاج الكيو، انا محتاج البي اي. طب عايز احسب البي اي هعمل ايه؟ هبقى محتاج اعرف الكي. طب هي الكي بكام؟ الكي طول ما المنشأ ما زادش ارتفاعه عن 10 متر فهنقول ان هو واحد. طب الكيو، الكيو كنا حسبناها ب 0.681. طيب انا محتاج دلوقتي اعرف بقى قيمة البي اي. طب ما هو البي اي معتمدة على السي اي، طب هي السي اي او معامل التعرض بتاع السطح بتاع، اتفقنا ان هو في دي ثلاث قيم كده عموما في الوضع العام يعني او الشائع بيكون 0.8 و0.7 و0.5، دول الثلاث ارقام اللي ايه اللي هتلاقيهم في معظم الشغل يعني، الا لو عندك حاجة مختلفة او عندك ميل مختلف او عندك منشأ مختلف يعني. طيب هيبقى السي اي ليها 0.8 0.7 0.5، طب ساعتها البي اي تبقى بكام؟ البي اي لو هنشتغلها بالكيلو نيوتن على المتر سكوير فهتلاقي دي قيم بتاعت البي اي، لو ضربت السي اي في القيمة اللي هي 0.681 هتلاقي يطلع لك القيم دي. طيب دلوقتي لو انا عايز احولها طن على المتر سكوير مجرد ما قسمتها على 10 فهبقى جبت القيم بتاعتها. ده كده انا لو شغال على منشأ عادي اللي هو المنشأ الشائع او اللي هو تغطية عادية جدا بميل معين فريم او تراس اللي هو الشغل الشائع، فهتلاقي القيم بتطلع معاك بالمنظر ده. طبعا هو مع بعض التغيرات طبعا اللي هو بس مجرد هتغير السرعة في معظم الاحيان، طبعا على حسب المنطقة اللي انت شغال فيها هتغير اللي هو معامل الارتفاع، هتغير السي تي، هتغير السي اس، على حسب ظروف المنشأ بتاعك مش اكتر، بس هو دي الحسبة مش بتختلف اي حاجة. طب انا لو عندي منشأ زي اللي انا شغال معاكم عليه اللي هو المنشأ الراديال اللي هو راديال تراس وفي رينج بيم وفي منشأ مربع من اليمين ومنشأ مربع من الشمال والشغل ده كله، لا هيكون في بعض الاختلافات وهنتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو الجاي، هنعرف ازاي اتحسبت احمال الرياح على المنشأ بتاعنا ونبتدي نحطها على الموديل بتاعنا على الساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.